من هو صلاح نصر مؤسس جهاز المخابرات المصرية؟ كيف تولى صلاح نصر جهاز المخابرات المصرية؟ دور صلاح نصر في بناء المخابرات المصرية. لقد تعرض جهاز المخابرات العامة المصري لأكبر حملة تشهير وتشويه في تاريخ مصر، وأصبح اسم جهاز المخابرات مرتبطا في أذهان الناس بقصة التعذيب وتشغيل العاهرات وإجبارهن على العمل في المخابرات. أيضا أصبح اسم المخابرات يعني الشمولية وانعدام الديمقراطية ومراقبة المواطنين، وكأن جهاز المخابرات أنشئ لذلك، ونسى الناس تماما أن هذا الجهاز هو الذي قام بأروع عمليات الجاسوسية ضد إسرائيل، بل أنه استطاع أن يهزم الـ CIA في الستينيات وكشف عمليات تجسس له بالقاهرة. هذا الجهاز امتلأ تاريخه بالصفحات المضيئة، أهمها هو إلقاء القبض على اثنين من أمهر عملاء الـ CIA هما جون زيفر عام 1993، وكان يعمل مع يواكيم فيكتور رئيس شبكة التجسس لحساب المخابرات المركزية الأمريكية. القضية الأخرى كانت قضية بوريس تايلور، وكان أهم عملائها مصطفى أمين. هذه العمليات الناجحة ضد مخابرات أمريكا هي التي جعلت صلاح نصر بعد خروجه من السجن يؤكد أن هذه الحملة من تدبير المخابرات الأمريكية، وأنها تنتقم منه لعملائها الذين ألقى القبض عليهم. وجهاز المخابرات المصرية في الستينيات نجح أيضا في حماية مصر من أعداء آخرين بخلاف أمريكا، فقد تم القبض على مصطفى غا رئيس الحزب الشيوعي العربي، والذي كان يعد لانقلاب على الحكم لصالح جمهورية الصين الشعبية، وكانت هذه القضية هي الوحيدة التي اصطدمت فيها المخابرات المصرية مع الشيوعيين، وهي أيضا كانت مثار خلاف شديد بين صلاح نصر وعبد الحكيم عامر القائد الأعلى للقوات المسلحة حينما ألقى القبض على مصطفى داود أحد ضباط الجيش الضالعين في التنظيم دون استئذان المشير، وهو الأمر الذي أغضبه، لكنهما تصالحا فيما بعد ليظل الارتباط بينهما قائما حتى آخر لحظة من حياة عبد الحكيم عامر. والعملية التي بدأت في 13 مايو 1957 حين تم تعيينه رئيسا لجهاز المخابرات في مصر، فبدأ منذ ذلك التاريخ بناء الجهاز وفق خطة علمية منظمة. من هو صلاح نصر مؤسس جهاز المخابرات المصرية؟ هو أشهر رئيس لجهاز المخابرات من مواليد الدقهلية، وبالتحديد مركز ميتغمر بقرية سنتيماي. ولد في 8 أكتوبر 1920، كان من أوائل قريته الذين حصلوا على تعليم عالي، وكانت أسرته ميسورة الحال، وكان أكبر إخوته. انضم صلاح نصر إلى الكلية الحربية في 1935، وكان والده رافضا دخوله هذه الكلية، لكنه أصر على تحقيق ذلك. ولكي تفهم طبيعة هذا الرجل لا بد أن تستعرض أولا ظروف نشأته وما عاصره، فهو في هذه الفترة التي كان يدرس فيها في الكلية الحربية، عاصر فترات الحرب العالمية الثانية وانقسام الأحزاب المصرية واغتيالات مثل اغتيال أحمد ماهر، وكذلك ما كانت تفعله جماعة الإخوان، وأيضا حرب 1948 التي تركت في نفسه أثرا كبيرا جعلته كاره للكيان الصهيوني ويحمل له عداوة في داخله. كيف تولى صلاح نصر جهاز المخابرات العامة؟ ارتبط صلاح نصر في بداياته بعلاقة وطيدة مع عبد الحكيم عامر، فقد كان يدرسان معا في الكلية الحربية، وكان عبد الناصر مدرسا لهم في الكلية، إذ كان يدرس لهم مادة الشؤون الإدارية. من هنا ارتبطوا جميعا بعلاقة، وامتدت إلى تكوينهم لحركة الضباط الأحرار، التي كان لصلاح نصر دورا كبيرا فيها، إذ قاد في ليلة 23 يوليو 1952 الكتيبة 13
وبعدما نجحت الحركة عينه جمال عبد الناصر في 23 من أكتوبر عام 1956 نائبا لرئيس المخابرات، وكان وقتها علي صبري مديرا للجهاز وزكريا محي الدين مشرفا عليه. ثم في العام التالي وبالتحديد عام 1957 أصبح صلاح نصر رئيسا للجهاز. دور صلاح نصر في بناء المخابرات المصرية. كان بناء جهاز المخابرات المصرية يحتاج تكاليف باهظة من المال والخبرة، والأخطر من ذلك هو توفير كفاءات بشرية مدربة تدريبا عاليا. وكانت التدريبات هي أولى المشكلات التي واجهها الجهاز الوليد، واستطاع صلاح نصر باتصال المباشرة مع رؤساء أجهزة المخابرات في بعض دول العالم أن يقدم عونا كبيرا. تحفظ صلاح نصر الوحيد كان الخوف من إرسال البعثات إلى الخارج بأعداد ضخمة حتى لا تستطيع أي من أجهزة المخابرات في العالم اختراق الجهاز مع نشأته أو زرع بعض عملائها به. فاكتفى صلاح نصر بإرسال عناصر من كبار الشخصيات داخل الجهاز بأعداد قليلة لتلقي الخبرات والعودة لنقلها بدورهم إلى العاملين في الجهاز. واستطاع الجهاز بمجهوده الخاص أن يبحث عن المعدات الفنية التي مكنته من تحقيق أهدافه. وقام صلاح نصر بالتغلب على مشكلة التمويل حين قام بإنشاء شركة للنقل برأس مال 300 ألف جنيه مصري تحول أرباحها لجهاز المخابرات. وحين أخبر صلاح نصر جمال عبد الناصر بأمر هذه الشركة طلب منه زيادة رأس مالها، واتفق معه على أن يدفع من حساب الرئاسة 100 ألف جنيه مساهمة في رأس المال، على أن يدفع عبد الحكيم عامر مبلغا آخر من الجيش وتقسم أرباح الشركة على الجهات الثلاث. اهتم صلاح نصر بعد ذلك بتحديد أنشطته ومهامه الرئيسية، خاصة وأن المخابرات الحربية تتبع القائد الأعلى للقوات المسلحة، والمباحث العامة لها دورها الآخر في الأمن الداخلي. إذن كانت مهمة المخابرات الوحيدة جمع المعلومات وتحليلها وتقديمها لصانع القرار. إسرائيل كانت هما شاغلا لهذا الجهاز منذ تأسيسه. فصلاح نصر منذ اللحظة الأولى له في المخابرات، جمع كل ما كتب عن إسرائيل والموساد وقرأه، حيث قامت المخابرات في هذه الفترة بأهم عملياتها ضد إسرائيل، تلك العمليات التي أصبحت فيما بعد تدرس في معهد المخابرات الدولية. من أشهر تلك العمليات وأهمها عملية لوتس.